اعتبر المرشح الرئاسي المصري عبد الفتاح السيسي أن حماية الأمن القومي العربي والخليجي هو مسافة سكة، في إشارة إلى التزامه السريع بالذهاب لحماية الأمن القومي العربي إذا استدعت الحاجة. الخليج، والكلمة دي بتتقال في إطار الترتيبات والأمن الإقليمي، الأمن القومي العربي كله. بنقول عندما يتعرض الأمن القومي العربي لتهديد حقيقي ونستدعى المصلحة القومية، الأمن القومي العربي، المصلحة الوطنية، لا، هي مسافة السكة برضو. وفي رده على سؤال بأن برنامجه الانتخابي يتجاهل البرلمان وقد لا يراعي تعقيدات الصلاحيات التي منحها الدستور لمؤسسات الدولة، قال السيسي إن مصلحة مصر تجمع جميع مؤسسات الدولة. دي دولة بقى، احنا بنتكلم هنا دولة بتقاد بمؤسساتها، ومسائل بتتحل حتى لو كان فيها تعقيدات خاصة بالدستور أو بال، هو احنا مش المصلحة، مصلحة مصر بتجمعنا كلنا ولا ايه؟ طبعا. يعني احنا هنصور ان البرلمان ما عندوش مصلحه في المصلحه ولا ايه؟ بس هيجي موزاييك، يعني هيجي مفتت. خلينا نتكلم ان احنا ممكن قوي نعمل تفاهم على ان اللي بيجمعنا كلنا المصلحه الوطنيه. تمام. ده الكلام اللي نتكلم فيه، الكلام ده الرئيس، الكلام ده رئيس الوزراء، الكلام ده الوزراء، الكلام ده البرلمان. السيسي شدد على انه لن يسمح لاحد بان يغسل سمعته بالتصريح نيابه عن حملته، مؤكدا أنه يطلب من الشعب المصري أن يعرف بأنه لن يتنازل عن مبادئه وقيمه من أجل تحقيق أي مصلحة. من فضلكم، ليس من قيمي ولا معاييري ولا أي شكل من الأشكال الذي لا يليق بالقيم والمبادئ اللي هو يتصدى أنه يتكلم باسمي، لا يليق بي. ولازم تكونوا مصريين كلكم تعرفوا أن الرجل اللي أنتوا استدعتوه ده بيحافظ ومصر على انه يحافظ على حجم مناسب ومعتبر من القيم والمبادئ، مش مستعد ابدا ان هو يتخلى عنها من اجل اي هدف او من اجل اي مصلحه. يعني ما فيش فاسد هيغسل سمعته على اعتابك؟ انا ما فيش حد هياخد مني حاجه. لك هترشح على حس الزايد عن المشير؟ ما حدش هياخد، اللي هيجي هيدفع.